ينسى كذلك إلى الضباط وصف الضباط والجنود مرابطين على الحدود متحملين كل الصعوبات التي لا يتحملها إلا الرجال الأشاوس، صونا لحرمة هذا الوطن المفدى وحماية لوحدته الترابية كما أراده شهداؤنا الأبرار، طيب الله ثراهم والمجاهدين الأحرار، أطال الله في عمرهم. شجاعتي وقوتي أستمدها من نضال الجزائر، فهي مهد للرجال والأبطال، صمدت بشموخ وعز في وجه الأعادي رغم المحن وتقلبات الدار، وسقلت أبناءها على حب هذه الأرض. مرابط أنا في كل ثغر وعلى كل شبر، عهد قطعته على نفسي دأب في ذلك دأب كل أفراد الجيش. جاهز أنا دوما ومستعد للدفاع عن أرض الجزائر. تحياتي تشكراتي وتهاني الخالصة جميع أفراد البطالية نتاعك، تهانينا الخالصة. واصلوا رانا جاهزين في اداء المهام. الشيء اللي يبعث يعني الارتياح، احنا مرتاحين في هذا، شفنا الرمايات هذه، احنا مرتاحين. لازمكم تصبروا ولازمكم تواصلوا. داكور، عندنا كل ثقه فيكم، كل ثقه. والله نكونوا على حسن الظن. بارك الله فيك، انا متحقق. نعول عليكم وعندي كل الثقه فيكم، لانكم ابناء الجزائر قبل كل شيء. وهذا الجيش الوطني الشعبي مكون من أولاد الجزائر. أرض الجزائر تتأذن في كل حين لشهدائها بالعودة بيننا روحاً وصدقاً وطهارة. السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة، ويشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية هوغار 2020. نتوقف في هذا العدد عند الذكرى 60 للتفجيرة النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. الوثائقي يعرض لكم إحدى وحدات النخبة للجيش الوطني الشعبي، الفوج 116 للمناورات العملياتية رجال للوطن فداء. أصبحت التحديات التي تواجهها بلادنا لا سيما فيما يتعلق بما يجري على أبواب حدودنا الجنوبية تفرض نفسها باضطراد، مما جعل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتخذ إجراءات تنم عن الجدية التي تناسب الوضع. وما المناورات التي تقوم بها وحداتنا إلا عينة من التدابير التي تفرضها حماية الحدود. في هذا المسعى أشرف سيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة على تنفيذ التمرين التكتيكي هوغار 2020، هذا على مستوى ميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين بقطاع العملية عنقزام الناحية العسكرية السادسة. بتاريخ 13 فيفري 2020، وبعدما رسم الاستقبال وبميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين بالقطاع العملية عنقزام الناحية العسكرية السادسة، استمع السيد اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى عرض قدمه اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة. تضمن الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين الذي يهدف إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات
فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة، ليتابع بعدها عن كثب مجريات الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة. هذه الأعمال القتالية اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملية ممتاز، يعكس القدرة القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة. الهدف من إجراء هذه التمارين التكتيكية هو إثبات قدرات أفراد وإطارات الناحية العسكرية السادسة على تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة في مجال تحسين منظومة الوضع في حالة الطوارئ، لا سيما بعد إدماج معدات ومنظومة أسلحة جديدة تتماشى مع مقتضيات الحرب الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن التمرين تخللته على وجه الخصوص عملية إبرار لمفرزة من القوة الخاصة بمهمة تدمير الأردال الخلفية المعادية
تحت حماية الطيران المقاتل. العليا للجيش الوطني الشعبي أولت أهمية كبيرة لعنصري التدريب والتحضير القتالي من خلال برمجة مثل هذه التمارين سنويا والمكيفة مع كل ما هو جديد والهادفة للرفع من مستوى القدرة القتالية للأفراد وتأهيل التشكيلات لخوض الأعمال القتالية بنجاعة وفعالية. كما شهد التمرين تنفيذ عملية إنزال جوي لمنظومات متعددة محملة بالذخيرة والمؤونة والوسائل الطبية بغرض إسناد القوات الصديقة. في نفس السياق تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا عن طريق طائرة نقل خاصة تحت حماية طائرتين مقاتلتين، وهي عملية دقيقة نفذت بنجاح باهر مما يعكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا الجوية. النتائج الإيجابية التي حققها تمرين هوغار 2020 تؤكد على جاهزية وحداتنا المرابطة على الحدود واستعدادها للقتال العالي من خلال الدقة في الرمي والإصابة الدقيقة للأهداف المعادية. قمت بإصابة جميع الأهداف، وهذا ما يعكس التدريب الجيد والتحضير القتالي العالي الذي نتلقاه طوال السنة. نحن على أتم الاستعداد والجاهزية للحفاظ على أمن حدودنا الشاسعة، وكلنا عين سائرة في سبيل تحقيق هدف واحد، وهو تدمير كل من سمحت له نفسه، تدمير أرض المليون ونصف المليون شهيد. إن إشراف السيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على إجراء هذا التمرين هو بمثابة الدافع القوي والحافز المعنوي للمحافظة على القدرات والجاهزية القتالية الدائمة في أعلى المستويات. إن الاحترافية العالية التي ميزت التمرين هي ثمرة التحضير القتالي الجيد للأطقم المؤهلة علميا وتقنيا والقادرة على استغلال التجهيزات العصرية المتطورة من آخر طراز واستخدامها بطريقة صائبة وعقلانية بما يكفل أداء المهام الموكلة لنا بالفعالية المطلوبة. إصرارنا واضح وحرصنا أكيد بأن نكون سدا مانعا وحصنا حاصنا ضد كل التهديدات التي قد تمس أمن شعبنا ووطننا الحبيب. بعد نهاية التمرين قام السيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة لتفقد المستشفى الميداني أين اطلع عن قرب عن التجهيزات المتوفرة، كما كان له حديث مع الأطقم الطبية المشرفة على هذا المستشفى الميداني أين تلقى شروحات حول مهام مثل هذه المستشفيات الميدانية.
في نهاية التمرين التقى السيد اللواء بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين مهنئاً إياهم على الجهود المضنية التي بذلوها في المرحلة الأولى من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019-2020، وخصوصاً خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل بالنجاح التام، مؤكداً على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان إلى أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط. إن التطور الفعلي والتحسس الحقيقي للمستوى الذي بلغته اليوم قوتنا المسلحة بكافة مكوناتها يستلزمان إيلاء أهمية قصوى للتحضير الجيد والفعال للتمارين المختلفة المستويات والخطط والانتقالات بالتحضير القتالي إلى مرحلة أخرى تتسم بالمزيد من الاحترافية والمهنية في التخطيط والدقة في التنفيذ بهدف التكيف الأمثل مع التحديات الأمنية المستجدة على كافة حدودنا المديدة لا سيما الجنوبية منها، وذلك في إطار الاستراتيجية المتبصرة المتبنات من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل قيادة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذه الاستراتيجية التي أثمرت ميدانياً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها وتحققها وحداتنا المرابطة في كامل التراب الوطني بفضل الجهود المثابرة والمضنية لرجالنا الأشاوس الذين أثبتوا قدرة فائقة وكفاءة رفيعة في مجال التحكم في ناصية التجهيزات العصرية المتطورة ذات التكنولوجيا العالية الموجودة في الحوزة وتطويعها، مما سمح بإرساء موجبات الأمن والاستقرار في بلادنا. بعدها قام السيد اللواء بتفتيش وحدات القطاع العملية إنكزام وبقية الوحدات الأخرى المشاركة في هذا التمرين. ليواصل بعدها السيد اللواء السائد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة زيارته إلى إقليم الناحية العسكرية السادسة بالتنقل إلى تيمياوين بالقطاع العملية برج باجي مختار، حين التقى السيد اللواء بأفراد مفرزة تيمياوين ليلقي كلمة بالمناسبة أكد فيها على حرصه على لقائهم والوقوف إلى جانبهم لا سيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة التي استهدفت بداية هذا الأسبوع هذه المفرزة والتي راح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة إبراهيم الذي تمكن بشجاعته ويقظته من إفشال هذه المحاولة اليائسة ومن إنقاذ زملائه ووحدته، مجددا تقديم تعازيه لأهله وذويه. لقد حرصت بمناسبة هذه الزيارة التي أقوم بها إلى الناحية العسكرية السادسة أن ألتقي بكم وأقف إلى جانبكم لا سيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة التي استهدفت بداية هذا الأسبوع مفرزة
من الكتيبة 62 مشاة آلية مستقلة، وراح ضحيتها الشهيد الجندي المتعاقد بن عدة إبراهيم، الذي تمكن بشجاعته ويقظاته من إفشال هذه المحاولة الإجرامية اليائسة، ومن إنقاذ زملائه ومفرزته ووحدته. هذا البطل الذي سار على درب أسلافنا الميامين من شهداء ثورتنا التحريرية المجيدة، أجدد لأهله وذويه باسمي الخاص وباسمكم جميعا وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي تعازينا القلبية الخالصة، سائلين المولى العلي القدير أن يدثر روحه الزكية بثواب أهل الجنة، وأن يجمعه بالأنبياء والمرسلين في رياض الخلد والنعيم، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. السيد اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ذكر بتعاطف ومساندة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي سبق له وأن قدم تعازيه ومواساته لعائلة الشهيد عدة إبراهيم. وهي المناسبة أيضا التي أعبر لكم فيها عن دعم ومساندة وتعاطف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في هذا الظرف الخاص والحاسم. نعم، نحن فخورون بهذا العمل البطولي لرجالنا، وندعو الجميع للاقتداء به، كما ننوه ونشيد بالنتائج الإيجابية التي ما فاتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساهم في التحكم بصفة كاملة في الوضع الأمني في بلادنا. السيد اللواء نوه بهذا العمل البطولي ودعا الجميع للاقتداء به، كما أشاد بالنتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حاثا الجميع على مواصلة مكافحة الإرهاب بصرامة وعزيمة، وبذل المزيد من الجهود المخلصة والمضنية من أجل الحفاظ على المكتسبات العملياتية المحققة بفضل التضحيات الجسام التي قدمها أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. وأنا اليوم من هذا المكان من أقصى الحدود الجنوبية لبلادنا وبالتحديد من تيمياوين، أقول لهؤلاء الإرهابيين ولعملائهم ولمن يقف وراءهم أن محاولتكم الجبانة واليائسة فشلت بفضل بسالة وشجاعة ويقظة أفراد قوتنا المسلحة أمثال الشهيد البطل بن عدة إبراهيم. ولتعلموا جيدا أننا في الجيش الوطني الشعبي سنكون دوما لكم بالمرصاد، ونعرف كيف نرد لكم الصاع صاعين، فنحن سادات هذه الأرض الطيبة ونحن سادات الميدان نحسن اختيار الزمان والمكان للرد على جرائمكم الشنيعة، وسيكون الرد قويا وحاسما بقوة السلاح وبقوة القانون، إلى غاية استيصالكم نهائيا من هذه الأرض الشريفة وتخليص وطننا من دناسكم وشروركم.
السيد اللواء أعلن أمام الإطارات والأفراد عن قرار منح وسام الشجاعة لشهيد البطل بن أدى إبراهيم عرفانا وتقديرا من قيادة الجيش الوطني الشعبي للتضحية التي قدمها الشهيد في سبيل وطنه الجزائر. لهذا البطل لازم يترقى، نسدي له وسام البطولة، وسام الشجاعة، هذا أقل حاجة، هذا أقل حاجة. وعند تفقده للكتيبة 62 مشاة آلية مستقلة، أكد السيد اللواء على الأهمية الكبيرة التي تليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتنفيذ برامج التدريب والتحضير القتالي للأفراد. التدريب نتاعكم بالتحضير القتالي نتاعكم تكونوا متدربين مليح يجي الخير. يجي الخير. والخير اللي يجي هو نديروا حد لهذا الإرهابيين. هكذا انت واش عندك تقول لنا؟ ليستمع بعدها السيد اللواء الى انشغالات الافراد الذين اكدوا استعدادهم وجاهزيتهم التامه للتصدي والرد على اي عمل ارهابي جبان يستهدف الوطن. سيدي اللواء نشكركم اليوم على الزياره تاعكم. لا شكر على واجب. تفقد ليكم لينا. احنا دائما فخر كاننا افراد الجيش الوطني الشعبي وفرحانين بالشهيد تاعنا. حضر الشهادة في آخر لحظة ليه، وأنا شخصيا كنت على رأس الشهيد، حضر الشهادة في آخر دقيقة. أيوة. في إطار المبادرة الأممية الرامية إلى الإدارة الشاملة للمعلومات الجيومكانية على المستوى العالمي، نظمت وزارة الدفاع الوطني من خلال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبالشراكة مع قسم الإحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 فبراير 2020 بالنادي الوطني للجيش بابن مسوس الاجتماع السابع للجنة خبراء الدول العربية المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجيوميكانية. أشرف على افتتاح الأشغال اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وهذا بحضور إطارة سامية من وزارة الدفاع الوطني وكذا ممثل الدوائر الوزارية ذات الاختصاص الإقليمي والمنتجين الأساسيين للمعلومات الجيومكانية. أعلن باسم السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة عن افتتاح الرسمي لأشغال اجتماع السابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجغرافية المكانية بالجزائر. الاجتماع نشط من طرف خبراء وطنيين وأجانب، والذي يهدف إلى متابعة حالة تقدم أشغال مجموعة خبراء الدول العربية ومناقشة خطط العمل الخاصة بالمراحل المقبلة لتجسيد هذه المبادرة الأممية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سبقه عقد الورشة التقنية الدولية الأولى، وهذا في الفترة الممتدة من 15 إلى 16 فبراير 2020، والتي خصصت للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، حيث تطرقت إلى المسائل المتعلقة بالمسعى التطبيقي الواجب اتباعه قصد إرساء الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية على مستوى الدول. اللقاء هو لتبادل الخبرات وتقييم ما تم إنجازه في الدول العربية من أجل دراسة الإيجابيات، وفي الجهة المقابلة الأمور التي النقائص المسجلة من أجل تفاديها وتصحيحها في المستقبل. تنفيذاً للمخطط السنوي لمصلحة الرياضات العسكرية للموسم الجاري، نظمت نشاطات رياضية متنوعة احتضنتها مختلف الهياكل المركزية ومقرات قيادة القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس.
في هذا الصدد أعطيت الإشارة الرسمية لانطلاق اليوم الدولي للرياضات العسكرية يوم 13 من فيفري 2020 من الأكاديمية العسكرية بشرشال من طرف العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية. اليوم الدولي للرياضات العسكرية والذي يحمل شعار الصداقة عبر الرياضة شهد مشاركة واسعة لكلا الجنسين من مختلف الأعمار والفئات عبر مختلف أقاليم النواحي العسكرية. في نهاية هذه التظاهرة تم توزيع الجوائز على أصحاب المراتب الأولى ليختتم بذلك يوم حافل سادته المنافسة الشديدة والشريفة. الدورة والمسابقة كانت شديدة بالمتنافسين وبروح رياضية عالية، المتنافسين كانوا ذو حماسيين، الحمد لله وفقنا ربي باحتلال المركز الأول للمرة الثانية، إضافة إلى أن هذا الفوز دليل على التكوين ودليل على تميز الفرد العسكري في الجانب الرياضي. الحمد لله ربي وفقنا باش نحققوا كما قلنا النتيجة المرتبة الأولى، وهذا كما قلنا بفضل المجهودات اللي رانا نبذلوا فيها، ونتمنى إن شاء الله نحققوا نتائج أفضل وأفضل. المدرسة العليا للمشاة هي الأخرى احتضنت البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس للرمي بالبندقية نصف آلية. البطولة عرفت مشاركة 18 فريقا بمجموع 83 متنافسا منهم 19 من فئة الإناث مثلوا مختلف المدارس العسكرية، إذ عرفت منافسة كبيرة وروحا رياضية عالية. هذه التظاهرة عرفت بروز رمة المدرسة العليا للقوات الخاصة، وهذا بتحصلهم على المرتبة الأولى في فئة الذكور. أما فئة الإناث فعرفت تألق رمة المدرسة العليا للعتاد، وهذا بتحصلهن هن الأخريات على المرتبة الأولى. وفي سياق متصل احتضن مقر اللواء السابع مدرع بيتلاغما الناحية العسكرية الخامسة البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية نصف آلية ذكور وإناث، البطولة التي عرفت مشاركة 18 فريقا من مختلف الوحدات والنواحي العسكرية جرت في ظروف تنظيمية جيدة، سجل من خلالها الرياضيون نتائج مشجعة. البطولة الوطنية العسكرية للمصارعة بنوعيها الحرة والإغريقية الرومانية احتضنتها المدرسة الوطنية لتقني الطيران بالبليدة. التظاهرة عرفت تنافسا شديدا وشهدت مشاركة 13 فريقا مثلوا مختلف القيادات والنواحي العسكرية. بالنسبة للمنافسة كانت منافسات قوية، حيث ظهرت بعض العناصر من المصارعين اللي ما كنا شاهدناها في السابق، ونتمنى لهم إن شاء الله يكونوا في الفريق الوطني العسكري. مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون هو الآخر نظم الطبعة الأولى للتجمع العسكري لألعاب القوى داخل القاعة يوم 11 من فيفري 2020. شهدت هذه الطبعة مشاركة أحسن الرياضيين من مختلف الوحدات والنواحي العسكرية في اختصاصات متنوعة كسباق 400 متر، 800 متر، 1500 متر، رمي الجلة والقفز الطويل. هذه التظاهرة عرفت تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور الحاضر ليزدل في الأخير الستار بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين الأوائل. مثل هذه البطولات تساهم في رفع القدرات البدنية لأفرادنا العسكريين، كما تعتبر فرصة هامة للمشاركين من أجل تحسين مستواهم وإبراز قدراتهم، كما تتيح لهم فرصة التأهل للبطولات الجهوية والإقليمية ورفع تحديات أكبر. لم يشفع أكثر من نصف قرن من الزمن على طي الآثار الناجمة عن التفجيرات النووية التجريبية في صحراء الجزائر قبل 60 سنة، كل شيء فيها ينطق بهذه الجريمة التي قضت على كل مظاهر الحياة، حيث اختلت الفصول وكذا التوازن الإيكولوجي، وتجلت مظاهر التغيرات المناخية التي تتربص بكل بادرة حياة. واليوم نحن نستذكر معكم حلقة من حلقات سجل الاستعمار الغاشم، حيث نظمت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي
ندوة تاريخية وقفت من خلالها على بشاعة الجرائم التي ما زالت تنهش أجساد الجزائريين إلى غاية اليوم. وحتى لا ننسى وإحياء لهذه الذكرى، نظمت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي يوم 11 فيفري من السنة الجارية بالمتحف المركزي للجيش ندوة تاريخية حول التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تحت عنوان جرم لا ينسى في حق الإنسانية. أشرف على افتتاح الندوة التاريخية اللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بحضور إطارات وطلب ضباط إلى جانب باحثين وأساتذة جامعيين. يشرفني أن أفتتح هذه الندوة المخصصة لهذا الموضوع الهام المرتبط بتاريخ بلادنا وتاريخ ثورتنا التحريرية المجيدة، ولا بد من تسليط الأضواء وكشف الحقيقة في هذا الموضوع ليتبين للإنسانية جمعاء ما ارتكبته فرنسا من جرائم في الجزائر. الندوة التاريخية حول التفجيرات النووية في صحراء الجزائر نشطها أساتذة مختصون تطرقوا من خلالها إلى تاريخ بدايتها ومدى بشاعتها، فهي تعتبر جريمة شنعاء في حق الشعب الجزائري، بشاعة فاقت كل التصورات، بلغت إلى حد استعمال الجزائريين كفئران تجارب لاختبار تأثير تلك التفجيرات التي ما زالت آثارها الكارثية قائمة إلى يومنا هذا، إذ ما زال يعاني الكثير من سكان تلك المناطق من الأمراض والتشوهات المختلفة بسبب الإشعاعات النووية. كما كانت لهذه التفجيرات انعكاسات خطيرة على البيئة، حيث قضت على الخيرات الطبيعية المتنوعة وانخفضت الثروة الحيوانية بمختلف سلالتها في تلك المناطق. الجمع الأزرق نحتفل اليوم 60 سنة من بعد، فهي صغيرة الحجم وإنما عملاقة في الأثر، وشدتها 70 كيلو طن، ما يقارب 4 مرات قنبلتها هيروشيما. الندوة التاريخية تطرقت إلى جهود الجيش الوطني الشعبي في تأمين وإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية، حيث قامت وحدته بتسييج حدود المناطق الملوثة بحواجز هندسية والقيام بمهام استطلاع ومراقبة جوية لهذه المناطق، إلى جانب البحث والكشف عن البقايا المعدنية والأجسام المدفونة بالمناطق الملوثة. على مستوى السرايا قمنا بإنشاء يعني حتى مناطق للتطهير خاصة بالأفراد والعتاد اللي هي موجودة حتى الآن. وبالمناسبة تم عرض فيلم وثائقي من إنتاج المؤسسة العسكرية المركزية للسمع البصري حول التفجيرات النووية في صحراء الجزائر، تذكيرا ببشاعة الجريمة التي ألحقت بالشعب الجزائري. لا تزال هذه الآثار شاهدة على بشاعة وفظاعة الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الغاشم في حق الشعب الجزائري. لم يكفه التنكيل والقتل بالرصاص والمقصلة، بل راح يورث أجيالا بعد أجيال سموم القنابل النووية التي تحول فيها الجزائريون إلى فئران تجارب في منطقة الصحراء الكبرى، واستغلال البحث العلمي وتطوره في تعظيم.
نلاحظ أن فيه عدد كبير من المرضى والسرطانات التي ظهرت في هذه المناطق، في تشوهات كبيرة، فيه ناس تعاني لحد الآن، فيه الأجيال القادمة سيكون لها تأثير، يعني لأن النووي له تأثيرات جينية. فيه دراسة لتقول بلي حتى بعد 22 يعني جيل هذه التأثيرات تكون. صادفت اليوم زيارتنا للمتحف الوطني للجيش، يعني تنظيم معرض خاص بالتفجيرات النووية اللي تدخل في جرائم تقوم بها فرنسا ضد الشعب الجزائري، وهذه الجرائم التي ما زالت آثارها إلى يومنا هذا، إن كان على الطبيعة أو إن كان حتى على الإنسان. كانت من أكبر الجرائم التي قام بها الاستعمار الفرنسي في حق الإنسانية بصفة عامة، وليس فقط المواطن الجزائري أو الإنسان الجزائري بطبيعة الحال. تبقى هذه الذكرى وصمة عار في صفحة أو جبين المستعمر الفرنسي بطبيعة الحال، وفي نفس الوقت تبقى ذكرى بالنسبة للأجيال القادمة، هذه الأجيال التي سوف تحفظ الذاكرة الوطنية. هذه الجرائم التي لا تغتفر والتي يندى لها جبين الإنسانية من شناعتها وهمجيتها، التصفية العرقية الممنهجة التي تم تطبيقها على الشعب الجزائري. تفجر فرنسا الصحراء، تنفجر القنبلة النووية، القنابل التجارب النووية، نكهر ضغطنا ويزغلين ضغطك لأن ننتم المعصد ده صحراء تاني نكر ضغطيني ريتين ده هندي، وهي سنقو سني مغارن ذات واتف الجزار تين ضغط النووي دفر واتف الجزار وريو لك ورا. هذه التفجيرات التي تعتبر جرائم شنيعة في حق البشرية والإنسانية جمعاء، نحن اليوم هنا لكي لا ننسى. متربص لا يخفل ينتظر، ذاك هو عدو. أن تنقذ وتحمي الأرواح البريئة، تلك هي مهمتك. أقوى المحاربين، وقت صبر وجلد، تلك هي مكامن قوتك. أن تنطلق بثبات صوب الهدف، فتلك شجاعة وثقة منك. في كل المرات ستهزم عدوك. انطلق فأنت من رجال المغاوير، مهمتك بدأت. انطلق فأنت من رجال المغاوير، مهمتك بدأت. هكذا يتلقى رجال المغاوير الأمر بالمهمة، تحفيز معنوي، تحضير نفسي، ورفع قياسي لدرجة الثقة بالنفس. بهذا تجتمع عوامل التفوق لهؤلاء الرجال. اليوم ننقل لكم خلاصة 30 يوما قضيناها مع رجال آمنوا بلبن مهامهم، رفعوا من درجة جاهزيتهم واستعدادهم، فكان لهم التفوق والتحكم في كل عوامل الظروف الخاصة. الفوج 116 للمناورات العملية، رجال كلهم للوطن فداء. الفوج 116 للمناورات العملية، وحدة لعمليات المغاوير، يتدخل في كل مكان من التراب الوطني، وكذلك في إطار المخططات الاستعجالية، حيث تم تجهيز الفوج بمعدات ووسائل خاصة تسمح له بأداء مهامه بكل كفاءة واحترافية.
مجموعة سرايا قتالية كالسرية الخاصة، سرية التدخل وسرية التدخلات التقنية. إطار برنامج تحضير القتالي المسطر من طرف قيادة الفوج وحفاظا على جاهزية أفراد السرية الخاصة، تنفذ قفزات ميدالية بالأسلحة ومعدات المقاتل مصحوبة بتمارين تكتيكية. ينفذ قناصو الفوج برنامج تحضيري خاص على مدار السنة. للرمي العملياتي أهمية قصوى في عملية الاقتحام. تنفيذ التمارين بالدخيلة الحية يهدف إلى الرفع من درجة تركيز الأفراد وزيادة الضغط لتقريبهم أكثر من ظروف العمليات الحقيقية. حراق دور مهم في مختلف العمليات الخاصة، يكمن في كشف وإبطال المتفجرات والأجسام المفخخة.
تمرين تحليل رهائن في بيت مهجور بوسط شبه صحراوي يهدف إلى تلقين الأفراد مختلف التقنيات الخاصة بهذا الوسط في مجال الاستطلاع والاستغلال جيد للأرض أثناء الاقتراب. يتميز الوسط الصحراوي كونه ميدان مكشوف مما يمثل عائق أمام التقدم السلس لأفراد الاقتحام. العمليات الحقيقية قد يواجه قادة الفصائل مواقف فجائية تتطلب التقدير الجيد للموقف وسرعة اتخاذ القرار في الوقت. عمليات الاقتحام وتحرير الرهينتين قام التشكيل بتأمين وتأشير منطقة لإخلاء الرهائن. تسعى قيادة الفوج 116 للمناورات العملياتية إلى الرفع من مستوى القدرات القتالية للأفراد في جميع الاختصاصات للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.
صور التضامن هذه تبرز القيم الإنسانية العالية للجيش الوطني الشعبي. هي صور ليست جديدة ولا غريبة من أفراد الجيش الوطني الشعبي، فهي تقليد راسخ كرسته هبات المؤسسة العسكرية كلما تعلق الأمر بأمن وسلامة أبناء الشعب الجزائري. فهو جيش من صلب الشعب لا يتوانى لحظة في خدمة الوطن والأمة.